انت ايه اللي جابك هنا؟ مستعجله قوي على موتك؟ ما تقلقيش، الحرب ما فاضلش عليها كتير. ما تستعجلش على الحرب قوي يا نوح، ما افتكرش انك هتبقى مبسوط وانت بتقتل ابنك. ابني؟ يعني في هنا حامل. نفهان! فتيات افلعوا اتنين! استنوا يا بنات، انا هروح له بنفسي. نعم، عايز ايه؟ عايز فتحي. فتحي مين؟ فتحي ابني. ابنك منين ان شاء الله؟ ده ابني انا على فكره. وبعدين هي ممكن تطلع بنت. بنت يعني ايه؟ وبمزاجك؟ امال بمزاجك انت يا نوح؟ على فكره انا غلطانه بقى اني ما فضحتكش وكسرتك قدام الناس كلها زي ما كارما عملت في سلطان. كارما دي انا هجيب لك راسها النهارده، وهاخد راسها دي اعملها اباجوره جنب السرير عندي في الاوضه. اشتري عمرك يا نيفيهان وخليكي بره المعركه دي. وانا مش هخلي حد من الرجاله يقرب لي. لا، اشتري عمرك انت يا نوح وخليك بره المعركه دي. وانا مش هخلي حد من البنات يقرب لي. اقسم بالله ما عايز امد ايدي عليك عشان اللي في بطنك. وانا اقسم بالله ما عايز امد ايدي عليك عشان اللي في بطنك. هو انت لازم تعيدي اللي انا بقوله وخلاص؟ ما بتقوليش اي حاجه من دماغك. لا، هو على فكره كل اللي قلته ده من دماغي لوحدي. ماشي يا نيفيهان، بس يكون في علمك انا هاخدك اسيره في الحرب وهشيلك عندنا في المعسكر لحد ما تخلفي، وبعد اسبوع هقتلك واخد فتحي. هنشوف يا نوح. وصلت الآن، نوح لازم يموت النهارده.